سابقين الاحداث، اللي هو في نزل مش عارف مين، واحنا لسه 7 اسابيع او 6 اسابيع اعتقد يعني. بس في عند حضرتك خبرات كبيره جدا، تقدر تقول لي دجله رايح فين تحديدا؟ انا مهتم بدجله طبعا، مع احترامي الكبير طبعا للنجوم، هنتكلم برضو عليها برضو بالتفصيل، لكن دجله كمؤسسه كبيره جدا. طيب معايا كابتن عبد الباقي جمال، مدرب فريق واد دجله. اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا وسهلا كابتن ميدو، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب، وبمسي على حضرتك طبعا وعلى الكباتن الكبار اللي بتستضيفوا حضرتك. معاك كابتن كبير، كابتن عادل طعيمه، كابتن ماهر همام، كابتن شريف عبد المنعم. ماهر طبعا، اهلا بيك كابتن. وطبعا لسه كنت بتكلم قبل ما حضرتك تشرفنا في المداخله، بتكلم عن وادي دجله ككيان كبير جدا واول مكسب في الدوري هذا العام، شايف الموضوع ازاي؟ والله كابتن، واحنا زي ما حضرتك بتقول احنا كيان كبير بقاله سنين، دلوقتي بقينا من الفرق اللي دايما معتاد انها تبقى في الدوري المصري، متعود عليها تبقى بتظهر بشكل كويس. بس احنا الاستراتيجيه عندنا اختلفت شويه، او بقى في بلان جديد للنادي. طبعا حضرتك عارف الارقام اللي بتدفع دي، اكيد فاي فمحدش هيقدر يجاري الارقام اللي بتمشي دي اللي موجوده حاليا، غير لو في قطاع ناشئين او عنده لعيبه بيصدرها دايما. او فاحنا اعتمدنا الفتره اللي جايه كان على حتى يعني النهارده في حوالي 7 لعيبه مواليد 97، تمام، يعني تحت السن، مش موجودين حتى في قائمه الفريق الاول، تمام، كانوا في الملعب النهارده. فده توجه النادي، او ده اللي النادي بيفكر فيه الفتره اللي جايه، ان احنا عندنا قطاع ناشئين كويس فنستغله ان احنا نطلع لعيبه ويبقى يعني نعتمد على نفسنا في زي اكتفاء ذاتي كده. مع برضه كان عندنا في السنه دي كنا بنلعب بشكل جديد خالص، يعني حضرتك لو شفته برضه بنحاول نبني الهجمه من تحت، بنلعب بوزيشن باستحواذ بشكل كبير. يعني هو الفكره جميله يا كابتن، طبعا انا معاك جدا، الفكره حلوه قوي، بس تنفيذها كان في المباراه اللي فاتت كان تنفيذها تقيل على اللعيبه، لكن الفكره فكره احترافيه، فكره جميله جدا، فكره كمان مش جديده، فكره اوروبيه، بمعنى عام ان انا احضر من تحت، احفظ لعيبتي. بتحب الناس اللي تحب تتفرج عليها بالظبط بالظبط، شكلها الجمالي. بس طبعا يا كابتن عارف ان دي اصعب حاجه ممكن تعمل في الكوره، تمام، مع وجود زي ما بقول حضرتك الفرقه كلها، يعني هيكل الفرقه والقوام الرئيسي للفرقه لعيبه تحت السن، يعني حتى مش لعيبه شباب صغيرين بالظبط. لا احنا يعني ماتش الاهلي كان فيه 4 في الملعب بادئين مواليد 94 وواحد مواليد 2000، كان نص الفرقه. يعني عندنا عنصر الخبره موسى ودودو الجباس ومستمع العزب، بالظبط، اللعيبه كلها اعمارها صغير والباقي ناشئين، يعني فعلا يعني هم لعيبه يعني هم اللي كانوا بيلعبوا مسابقه 20 سنه السنه اللي فاتت وادي دجله. فطبعا الطريقه محتاجه. طب ده ما يخوفكش شويه يا كابتن؟ يعني ما يخوفكش شويه ان طبعا الشباب مطلوبين، وان انا افرغ لعيبه من قطاع الناشئين ان انا ابني عليهم في الفريق الاول، كمان التكلفه الماديه ما تبقاش عليا كبيره جدا في الكلام اللي بتقوله، لكن مخاطره كبيره جدا ان انا ادفع بكل هؤلاء الناشئين في ظل وجود 3 لعيبه بس عندهم خبرات، زي السنه اللي فاتت بالظبط مع عمل احمد حسام ميدو، واحمد حسام ميدو نجم كبير وكان مدرب كمان عنده رؤيه كبيره جدا، لكن ما قدرش ينجح بالهيكل الصغير اللي في نادي الدجله. لان السنه اللي فاتت الفكره ما كملتش، يعني السنه اللي فاتت حصل تراجع، وعلى فكره احنا السنه اللي فاتت كان عندنا يمكن لعيبه، يعني كان عندنا حسين ياسر المحمدي بالظبط، الناس اللي موجوده بالظبط، احمد زيد عبد الملك، كان عندنا بالعكس كان عندنا لعيبه كمان اكبر ولعيبه عدد اكتر. لكن هو الشكل اللي هنلعب بيه محتاج، بس محتاج طبعا وقت زي ما بقول لحضرتك، وقت كبير وحقيقه يعني انتوا ادرى من الكلام، يعني اي طريقه جديده مش متعودين عليها هنا في مصر. فانا طالما بعلم فانا اسهل لي اعلم ناس لسه مش منقوش عليها حاجه، يعني لسه ما مش بتعلم عليها زي ما بتقول. اكيد كده. اكيد الناس لسه ما فيش مش واصل لها حاجه مختلفه. عشان اعدل لحد عنده 30 سنه ولا 35 سنه، انا معاك جدا، اعدل. فدي بتبقى اسهل، واحنا السنه دي هدفنا نبقى البقاء، يعني كمرحله انتقاليه موجودين في الدوري، مش عايزين يعني مش طموحنا. واحنا كابتن اتفرجت على اكيد شفت ماتش الاهلي، اكيد ماتش كويس جدا ضد الاهلي، وكنا والاستحواذ حتى طلع من الماتش، احنا استحوذنا قدام الاهلي وصل ل 68%، تمام توتال الماتش، كنا عاملين ماتش كويس، مش نستحق ان احنا نخسر. يعني الماتش الاهلي خسرنا 1-0 في الدقيقه 80 ولا 82 برضه بقله خبرات. هي احنا بالظبط احنا كل ماتش يا كابتن بيبقى عندنا بناخد خطوه لقدام، حتى تقييمنا بعيد عن النتائج. احنا يعني احنا لما حضرتك بتجيب الاداء بنشوف ادائنا، لا في تطور، فاحنا ما كناش قلقانين فعلا. يعني احنا والله احنا الناس اللي شغاله مع الفرقه
وعن قرب احنا مطمنين لان شايفين في تطور بيحصل فظيع مع لعيبه صغيره جدا. يعني اللعيبه دي احنا هو احنا عارفين ان احنا في الاول هنعاني ورئيس النادي عندنا عارف ان احنا وعارف ان هو قايل لنا هصبر عليكم وانا فاهم ان الموضوع ده محتاج وقت طويل. وادينا كابتن احنا عندنا محمد محمود ده لعيب مواليد 98 ما كانش بيروح منتخب اولمبيا كابتن راح منتخب اول. انا معاك جدا والله انا معاك جدا وبحب الحاجات دي جدا بس انا بخاف على كيان كبير ان هو يعني زي السنه اللي فاتت ويقعد بيطلع الروح بس ده اللي بتكلم فيه النهارده باذن الله دي خطوه كانت مهمه جدا. حتى كمان يا كابتن عبد الباقي اسف ان انا قطعتك انا كمان كمدير فني الخساره الكتيره بتقلقني حتى لو انا من رئيس النادي بيدعمني. طبعا يا كابتن احنا ده اللي كان احنا اللي كان مهم بالنسبه لنا جدا النهارده ان احنا نكسب علشان الكلام حضرتك كل ده احنا مش عايزين خايفين نبقى بالظبط اللعبه تبتدي تثق في نفسها وفي الطريقه وفي اسلوب اللعب. لكن الحمد لله يعني النهارده مكسب ماتش المقصه يعني كنا عاملين برضه ماتش كويس استكمال لماتش الاهلي فان شاء الله يعني نبني بقى على ماتش النهارده يدينا دفعه قويه للماتشات اللي جايه واللعيبه هتعرف ان احنا نقدر نكسب بالشكل ده مع طبعا هم ماتش عن ماتش بيكتشفوا خبرات اكبر اكيد اكيد أكثر. اكيد اكيد انا يعني ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن. الكابتن شريف عبد المنعم بس عايز يسالك يا كابتن لو سمحت. اتفضل يا كابتن. مساء الخير يا كابتن ازيك؟ مساء الخير يا كابتن شريف الف مبروك الله يبارك في حضرتك ان شاء الله الخير يبقى على ايديك والفرقه تاخد وضعها الطبيعي باذن الله. ربنا يخليك يا كابتن شريف. بقول لك يا كابتن احنا السنه اللي فاتت قعدت انا وكابتن ميدو وجرينا ورا فرقه الاتحاد والاستاذ محمد مصلحي وقلنا له الحق نفسك لان الشكل مش مظبوط واعمل دعم وكلام من ده. اللي انا عايز اقوله لك يا كابتن ان انت النهارده عندك محمد محمود ونضاي والناس الكبار احمد سعيد وبارك احمد سعيد الناس دي لو لا قدر الله يا كابتن عباقي لو حصل عندك زي ما بيحصل في كل الفرق اصابات او اي حاجه انت هيبقى عندك من الشكل التعويضي انك تقدر تكمل الدوري وتقدر تحجز لنفسك مكانه امنه في شراسه هذا الدوري؟ والله يا كابتن احنا عندنا مجموعه كبيره جدا من الناشئين يعني عندنا في لعيبه غير اللي بيلعبوا دول في ناس وفي ناس على فكره لعيبه قبلهم يعني عندنا محمد هلال النهارده مش موجود خالص في المصاب عندنا محمد رضا لعيب منتخب 2000 لعب من حوالي سنتين يعني هلال لعب مع كابتن حماد نصر من حوالي 4 مواسم مثلا وهو عنده دلوقتي هلال 21 سنه محمد رضا لعب 6 سنين وهو عنده السنه دي عنده 17 سنه يعني ده اصغر لعيب اصغر من بركات في الدوري الممتاز. فاحنا عندنا كابتن مجموعه كبيره بس هي المشكله او يعني الحاجه اللي محتاجه مننا صبر شويه هم كلهم صغيرين بالظبط هم كلهم بالزبط. مع بعض صغيرين بالزبط. لكن عندنا وفره يعني عندنا عدد وعندنا بدايل وكلهم فيهم بس يعني النهارده في ابراهيم عايش ده ثاني ماتش فيه يعني ابراهيم عايش ثاني ماتش بس من 6 اسابيع ده ثاني اسبوع يلعب فيه في ناس غيره لعبت برضه صغيرين اسلام اللي نزل يعني النهارده اسلام ده بقى مواليد 98 برضه يعني التجارب بتاعتنا كلها النهارده نزل عندنا 3 لعيبه اكبر لعيب عنده 24 سنه كريم ممدوح والاثنين التانيين مواليد 98 بيكهام واسلام. الماتش اللي قبله كان الثلاث تغييرات مواليد 98 ولعيب ب 2000 عندنا احنا كابتن عندنا قطاع غني جدا بالمواهب عندنا فرق قويه جدا مع طبعا يعني طبيعي بتاع الكوره ان لازم مع ناس كتيره الكبار فعلا يعني ناس بيقدروا يقودوا الفرقه بشكل كويس ولعيبه خبرات كبيره جدا ولعيبه دوليين سواء عبد المنصف او يعني اسامه العزب كابتن النادي المصري دودو الجباز كابتن المصري وراجل محترف ولعيب دولي فعندنا مجموعه تقدر مع سيد سالم برضو جيل الوسط زي ما بنقول فعندنا كابتن مجموعه متوازنه يعني عندنا واللعيبه اللي عندنا كابتن فعلا كويسين جدا ومع الوقت هيتطوروا بشكل يعني هيبقى يعني حتى كابتن احنا اللي بياكد لنا ان احنا ماشيين في الاتجاه الصح ان انت بتتطور في الاداء بتاعك وبتاخد الثقه عن كل مباراه عن كل مباراه كابتن وان احنا يبقى عندنا بالشكل اللي احنا بنلعب بيه ده لعيب ولا تحت سن لعيب بتاع الناشئين يعني بيلعب راح منتخب مصر الاول واحنا بنلعب بالشكل ده فدي يعني محمد محمود اول سنه يشارك يعني محمد محمود ده ما كسبش في الدوري الممتاز تقريبا يعني انا معاك جدا يا كابتن وبتمنى لك التوفيق جدا كمان في التجربه لان انا بحب بصراحه روح الشباب دايما لكن يعني
اكيد انت عارف اكتر مني ومعاك طبعا مدير فني اللي معاكوا، اكيد انتوا عارفين الموضوع بقى فيه نسبه ريسك شويه، مش عايزينها تاثر على دجله، كمان الهزايم هتاثر غصب عن اي حد عن اللعيبه الصغيره مش هيقدروا يتحملوها. عندك ثلاثه بس كبار او ثلاثه خبرات. عموما انا بتمنى لك التوفيق بجد والله، انت عارف احنا قد ايه بنحب نادي دجله، مؤسسه كبيره جدا بقياده المهندس ماجد سامي، كل التوفيق ليكوا في اللي جاي يا كابتن. نورتني وشرفتني، وان شاء الله دايما بتنورنا في قناه الاهلي ومتابعينكم اول باول. ايه رايك؟ والله شوف